كأنه نيزك مدمر نزل من الفضاء، ملك الصواريخ الروسية يسحق أي مكان حول العالم خلال دقائق معدودة. أفانغارد اسمه يدب الرعب في أروقة حلف الناتو والبنتاغون اللذان لم يتمكنا من تطوير سلاح مماثل له أو منظومة قادرة على ردعه. أنفقت الولايات المتحدة المليارات لرصد مخابئه السرية المحصنة تحت الأرض، فما هي قصة هذا الصاروخ الذي هدد باستخدامه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لردع أعدائه؟ ولماذا أثار ظهوره ذعر حلف الناتو؟ وما هي قدراته التدميرية؟ الكثير من الخفايا سنكشفها لك عزيزي المشاهد في هذه الحلقة، تابعونا. الكابوس أفانغارد. أفانغارد الذي يعني بالروسية الطليعة، هو سلاح ثوري جديد يصنف الأول من نوعه في عالم الأسلحة الفائقة السرعة، ويشكل عنصرا هاما في ترسانة القوات الصاروخية الاستراتيجية الروسية. وحسب تقارير روسية فقد تم إجراء ما يقرب من 14 رحلة اختبار للصاروخ بين عامي 1990 و2018، والصواريخ من طراز أفانغارد تتزايد سرعتها بمساعدة الأجنحة الانزلاقية الموجودة على الصاروخ، ما يوفر لها سرعة إضافية تبلغ نحو 7.5 كيلومتر في الثانية تقريباً. وفي خطاب القيصر عام 2018 الذي قدم فيه أفانغارد، وصف بوتين النظام بأنه لا يقهر وشبهه بالنيزك الطائر، كما تصفه وسائل الإعلام الأمريكية بالكابوس النووي، ويشبه الصينيون بكابوس الغرب الطائر، فيما تصفه وسائل الإعلام البريطانية بنيزك لا يقهر. قدرات خيالية لسلاح بوتين المفضل. أفانغارد في الحقيقة ليس الصاروخ الروسي الأطول أو الأعرض أو الأثقل، حتى أنه لا يمثل ربع صاروخ الشيطان R-36. وتم الكشف عن أول معلومات بشأن أفانغارد عام 2018، ويطلق عليه اسم كودي. هو المشروع 4202، وهو عبارة عن مركبة خارقة يمكنها حمل رؤوس نووية قدرتها التدميرية 2 ميجاطن. ولفتت مصادر إلى أن تاريخ تطوير الصواريخ الخارقة يرجع إلى حقبة الثمانينيات من القرن الماضي، وكانت أولى تجارب إطلاقه عام 2018. يبلغ طول أفانغارد 35 متراً تقريباً، وبعرض 3 أمتار، ووزنه حوالي 208 أطنان، منها نحو 10 أطنان وزن الرؤوس الحربية التي يحملها، ويعمل بأربعة محركات تعمل بالوقود السائل. أما الرقم الصعب لهذا الصاروخ فهو السرعة التي تبلغ ما بين 20 و27 ماخ، أي أكثر من 30,000 كيلومتر في الساعة. وللتوضيح أكثر، فإن الصاروخ بهذه السرعة يمكنه قطع المسافة بين طرفي كوكب الأرض من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي ب50 دقيقة فقط، مما يجعله يتربع على عرش صواريخ هايبرسونيك بلا أي منازع. يتم إطلاق صواريخ أفانغارد عبر منصة أرضية محمولة على عربة 8x8 عجلات بدفع كلي، وروسيا بصدد تصميم نموذج يمكن إطلاقه من على السكك الحديدية غالباً لنشره في المناطق القطبية والمتجمدة كالصحراء السيبيرية. وتشير البيانات الروسية حول إمكانيات منظومة أفانغارد إلى أنه سلاح رد فعل مضاد، والغرض منه توجيه ضربة ثانية انتقامية تهدف إلى تجاوز الدفاعات الصاروخية للخصم. قاتل يستحيل اعتراضه. تم تصميم صاروخ أفانغارد ليتجنب دخول مجال عمل مضادات الصواريخ بفضل قدرته على تغيير اتجاه وارتفاع التحليق، وقدرته على اتباع مسار يصعب تحديده. كما يستطيع جسم الصاروخ تحمل حرارة شديدة تصل شدتها إلى آلاف الدرجات المئوية، ويقاوم أشعة الليزر. ويقول خبراء عسكريون روس أنه لا توجد في العالم ولن توجد شبكة بإمكانها اصطياد صاروخ يطير بسرعة 20 ماخ، أي ما يعادل 7 كيلومترات في الثانية، مشيرة إلى أن الصواريخ الاعتراضية الأمريكية تطير بسرعة لا تتجاوز 5 ماخ. ويقول الخبير العسكري إيغور كونوفالوف إن أفانغارد لا يحتاج إلى أنظمة معقدة للتخفي كالرادارات السلبية والأنظمة المضادة للإشعاع، فسرعته الفرط الصوتية تشكل ضغطاً هائلاً من الهواء أمام رأس الصاروخ، ما ينتج عنه سحابة تعرف بسحابة بلازما،
والتي بدورها تحجب الصاروخ عن موجات الرادار والإشاعات والصواريخ النشطة بالتوجيه الكهربصري، مما يجعله صاروخا شبحيا من الفئة عالية التخفي. يتم توجيه هذا الوحش بنظامي توجيه من أبسط الأنظمة ومن أعلاها كفاءة. الأول نظام القصور الذاتي، حيث يقوم كمبيوتر مدمج في هيكل الصاروخ بقراءة وتحليل البيانات الواردة من مستشعرات الحرارة والسرعة والارتفاع والتسارع والوزن وجيروسكوب التوازن بهدف تحديد موقعه بشكل تلقائي ودون أن يتم اعتراضه أو يتم التشويش عليه من قبل أنظمة الرادار أو طائرات الإنذار المبكر. كما يساعد هذا النظام في الحفاظ على أعلى دقة إصابة ممكنة. والنظام الثاني عبر الأقمار الصناعية الروسية للخرائط أي جلوناس، المماثل للنظام الملاحة العالمية جي بي اس. ضربة أفانغارد الانتقامية. يستطيع صاروخ أفانغارد الوصول إلى واشنطن خلال 15 دقيقة، وخلال هذه المدة الزمنية لن يكون لدى الأمريكيين الوقت حتى لشرب فنجان من القهوة، فما بالك بالقدرة على صد هذا الصاروخ الروسي؟ وفي حالة نشوب نزاع مفترض بين روسيا والولايات المتحدة، ستكون المناطق الساحلية الأمريكية بلا حماية ضد هجوم مركز من قبل صواريخ أفانغارد، على الرغم من وجود نظام ثاد الأكثر تقدماً في العالم لدى الجيش الأمريكي، إلا أنه يظل عاجزاً عن رصد وإسقاط أفانغارد بسرعتها الهائلة التي تجعله سلاحاً مخيفاً وأفظع من القنبلة النووية. الولايات المتحدة ستضرب أولاً. في الواقع هناك عشرات بل مئات الأنواع من الصواريخ الجوالة والعابرة للقارات، والتي تندرج جميعها تحت مسمى الصواريخ الباليستية، لكن لا يوجد منها ما يشبه صاروخ أفانغارد، وإن أقرب صاروخ إلى مواصفاته هو الصاروخ الأمريكي مينتمان 3، والقادر على حمل 3 رؤوس حربية فقط، وبسرعة نحو 20 ماخ مع قطع مسافة تتجاوز 9600 كيلومتر، وبتقنيات مشابهة للصاروخ الروسي من حيث أنظمة الملاحة والطيران والتخفي. عائلة صواريخ مينتمان النووية تمثل العمود الفقري لقوة الردع النووي الأمريكية منذ عام 1962، وصنعت الولايات المتحدة نحو 550 صاروخاً من هذا النوع. وجميع جنرالات الولايات المتحدة يدركون أن بمجرد تفعيلهم لمجمعات مينتمان 3 الباليستية، سيكون هذا بمثابة إشارة للدب الروسي لكي يطلق صاروخه الذي لا يصد ولا يرد. وللحد من سباق التسلح الذي لا ينذر إلا بالشؤم ويضع كوكب الأرض بين المطرقة الروسية والسندان الأمريكي، فقد عمل البلدان إلى وقف التصعيد في الحرب الباردة الدائرة بينهما منذ 60ات القرن الماضي، وأمضيا سوياً 3 معاهدات للحد من الرؤوس الحربية الهجومية ومنصاتها، كان آخرها في العام 2010 والتي تعرف باسم معاهدة ستارت الجديدة، لكن تطوير الأسلحة الروسية ومنصاتها لا يظهر جدية التزامها بهذه المعاهدات، وعند استعراض أي صاروخ جديد تبرر القيادة الروسية موقفها بأن هذه المنظومات لحماية أمن روسيا ومصالحها وأصدقائها. وفي نهاية الحلقة عزيزي المشاهد، برأيك هل تعتقد أن الولايات المتحدة وحلف ناتو بالفعل عاجزين عن مجابهة صاروخ أفانغارد؟